السلام عليكم. اليوم المحاضرة الثانية اللي موضوعها The Examination of the Patient. طبعا هذه المحاضرة والمحاضرة الأولى هي تخص أكثر شيء العملي، يعني اللي يخص فرع الأورال ميديسن. بداية يعني حنشرح كيف أنه نبدأ بفحص المريض. الإكسترا أورال يشمل الهيد أند نيك إكزامينيشن، أسيمتريتيز هو التناظر أو التشابه of the head and neck are assessed by standing directly in front of the patient، يعني تقف أمام ال patient وتقارن الجانب الأيمن مع الجانب الأيسر. طبعا الناس كلها كليتنا ممكن أنه يكون عدم تشابه 100% بالجانب الأيسر والأيمن، وهذا الشيء طبعا difficult to do with the patient sitting in the dental chair. So the patient may have to sit on the side of the chair. بعض الأحيان نخلي البيشنت يكون على الجانب الشير، نبدأ بالcomparison compare one side of the head and neck to the other side. بالنسبة examples of the asymmetries are previous surgeries, nerve paralysis from CVA, stroke, tumors and infections. يعني مثلا الغدة تكون يعني متورمة في جهة السبمانديبولار عن الجهة اليمين عن الجهة اليسار مثلا. هذه الأشياء اللي هي نقدر نبحث عنها. The general examination briefly assess the patient general appearance، يعني النظرة العامة كيف بتكون للفيس تبع البيشنت. The extraoral head and neck soft tissue examination focus on the head and neck، طبعا احنا الزامن راح نشوف ال head and neck. The intraoral examination راح نشوف الانتراورال سوفت تشو اكزامينيشن، اللي هي انت احنا بداية لازم نعرف كيف تكون الميوكوزا، كيف تكون حالة الاشعة الطبيعية بالنسبة للاورال اكزامينيشن تو ذا سوفت تشو، حتى نقدر نميز من يصير عندنا اي خلل. نمبر 1 جنرال اكزامينيشن. Through examination include observing the patient general appearance. The examination starts as soon as the patient enters the dental operatory. احنا بعض الاحيان اول ما يدخل المريض للغرفة اذا هو عنده swelling اكيد مباشرة انت حتميزه، وانت بعدك حتى يعني ما جلس المريض على الجير على الدنتال جير، فهذه لازم الملاحظة انت تشوفها من اول ما يدخل انت راح تشوفه. As the patient enters the room and during the history taking، ممكن احنا اثناء ما هو المريض يحكي لنا قصته مثل ما حكينا بالمحاضرة السابقة كيف انه يدي يعني يتناقش ويحكي القصة اللي هو بيعاني منها. هذه كلها تساعدنا بالتشخيص. طبعا موجودة امثلة للمحاضرة تقدرون تطلعون عليها كيف انه يكون فحص المريض. If the patient had suffered a stroke, they may need assistance transferring to the dental chair, as well as the medications of the patient. احنا خبرنا يعني حكينا بالمحاضرة السابقة عن الدراجز اللي ياخذها ال patient، الجرعة اللي ياخذها كل لازم احنا ننتبه لها. بالبداية اكيد حتشوفوها اشياء طويلة، لكن مع الخبرة ومع المهارة راح تكون هاي الأشياء كلش سريعة. The patient exposed the skin should also be examined. الجلد اللي موجود لازم أيضا نفحصه إذا فيه هيماتوما، فابتكية، إكموسيز، يعني كل الأمور نزف مثلا تحت الجلد. هذه كل الأشياء ممكن أنه إحنا نلاحظها إذا هو مثلا في جاندس أو صفار، عنده مشاكل بالليفر، ليفر بروبلمز. هذه الأمور كلها نقدر إحنا نلاحظها ونناقشها مع المريض. راح نجي على شيء مهم جدا اللي هو غالبا يراجعنا للعيادة، اللي هو lymph node examination. غالبا يجي البيشنت عنده
swelling أو ممكن ما عنده swelling عنده pain، فإحنا إلزاما نفحص الليمف نود. شلون نفحصها؟ نفحص الليمف نود الكونسستنسي soft insignificant rubbery hard ممكن أنه granulomatous infection راح تكون hard التندرنس إذا أكو تندر معناتها there is a infection. ال non-tender classify as malignancy لا سامح الله. For example patient 2 to 12 years old commonly present with insignificant lymph nodes in the neck secondary to the frequency viral infection. Frequent viral infection. Lymph node examination technique always evaluate for symmetry. Clinically significant nodes classify asymmetric. Identify salivary gland by location as non-lymph node. إلزاما نعرف ما يعني موقع ال salivary gland ونفرقه عن ال lymph node. المواقع ال lymph node المفروض يعني هذه كلها بالعملي يعني تطلعون عليها وتحفظون اماكنها يعني من الاناتومي انتم يعني حافظيها بس اكثر شيء بالعملي هي نقدر احنا نطبقها حتى نتحقق من الاماكن الطبيعية لها وحتى نعرف من يعني يصير بيها ورم راح نعرف انه هذا بيها مشكلة بيها تندر تندرنس يعني دليل على انفكشن او other thing. بالنسبة لل plate papillate use the pad of all four fingertips as these are the most sensitive parts of hand. دائما الفحص يكون palpate by the pad of all four fingertips. يكون الفحص باليد. طبعا هذه لازم انه تكون يعني عملي فان شاء الله اكيد يعني بالعيادة بالعملي راح نقدر نشرحها ونوضحها لكم. هذا الجزء الأول من المحاضرة وإن شاء الله جزء ثاني. شكرا لكم. Lymph nodes are part of the immune system. As such as they are most readily palpable when fighting infections. يعني تكون نلاحظها يعني يكبر حجمها الليمف نود تكون تندر إذا يوجد infections. Infection can either originate from the organs that they are drained or primarily within the lymph node itself. ممكن الليمف نود نفسها يكون فيها التهاب أو يكون drain drain from other organ to the lymph node. بالنسبة firm tenderness enlarged and warm. Inflammation can spread to the overlying skin causing it to appear reddened. ممكن أيضا يوصل إلى الإحمرار. If an infection remains untreated, the center of node may be called necrotic resulting in the accumulation of fluid and debris within the structure. This is known as an abscess. يعني عملية انه كيف تكون الابسس هو احنا حيصير انفكشن وما يتعالج فيتحول الى ابسس. And feels a bit like a tensely filled balloon or grab fluctuant. يتحول الى خراج وتعرفون مواصفات الخراج يعني اكيد شايفين مريض عنده خراج بحد بالفم. Knowledge of which nodes drain specific areas will help the dentist to search efficiently. من حنعرف العلامات التشريحية والمصب اللي الليمف نود مع الأسنان وكل سن وين يروح حسب الدرين تبعه فأكيد راح تسهل علينا عملية التشخيص. Following infection, lymph nodes occasionally remain permanently large, though they should be non-tender, small, less than 1 centimeter, have a rubbery consistency, and none of the characteristics described above or below. It is common, for example, to find small palpable nodes in the submandibular
tonsillar region of otherwise healthy individuals. This likely responds sequelae of past pharyngitis or dental infection. Malignancies may also involve the lymph nodes, either primarily, example lymphoma, or as a site of metastasis. In either case, these nodes are gently firm, non-tender, matted, stuck to each other, fixed, not freely mobile, but rather stuck down to underlying tissue. دائما بالماجنسي بتكون صلبة وما تتحرك، فهذا وبدون ما بيها تندرنس، ما بيها ألم، فنشك بالأشياء اللي أبعد. Location of the lymph nodes may help to determine the site of the malignancy. Diffuse bilateral involvement suggests a symmetric malignancy. Example lymphoma, while those limited to the specific anatomic region are more likely associated with a local problem. يعني غالبا اللي هي تكون bilateral تخلينا نشك بالموضوع، طبعا مع بقية المواصفات. Enlargement of nodes located only on the right side of the neck in the anterior cervical chain, for example, would be consist with a squamous cell carcinoma, frequently associated with an intraoral primary cancer. Diffuse upper airway infections, systemic infections, tuberculosis, and inflammatory process can also cause lymphadenopathy. Lymph node enlargement. طبعا الغدد الليمفاوية من تلتهب هي مثل القلادة على الرقبة، كلكم تعرفوها من التشريح دارسيها لازم قبل. هذه اللي نقول القلادة تلتهب حسب نوع الالتهاب وحسب نوع المرض اللي مريض يعاني من عنده. الهيستوري كلش مهم، الهيستوريكال انفورميشن as well as the finding elsewhere in the body are critical to making these diagnoses. إذن هذا الموضوع إلزاما إحنا من البداية قصة المريض، الكلينيكال انزامينيشن، كل هذه لازم مع بعض حتى نقدر نوصل إلى التشخيص الصحيح. So in order to make a clinical examination of the lymph node, we need inspection and palpation technique. Use the pads of the index and middle finger. The flat of the fingers, not the tip, to move the skin in circular motions over the underlying tissue in each area. Palpate both sides of the neck simultaneously. Small nodes. In abnormal nodes, describe in terms of location, size, determination, mobile or fixed, consistency, tenderness. كل هذه الأمور راح نشوفها. إذا تحبون على اليوتيوب تطلعون عملية كيف يمكن فحص الغدد اللمفاوية، راح تشوفوه على اليوتيوب ويسهل عليكم حفظ المحاضرة. The dentist should be well known about the location and drainage of the lymph node. احنا حكينا قبل شوي انه الدرين ممكن الالتهاب يكون باللمف نود نفسها، وممكن يكون درين من اذر التهاب باذر اورجان. فاذا الزاما لازم نعرف العلامات التشريحية ونعرف انه كيف اللي يصير الدرين لللمف نود حتى نشخص الحالة المرض والدياجنوز للمرض اللي يعاني من المريض. Location of the node, pre-auricular, in front of the tragus of the ear, eye, post-auricular, behind the ear, over mastoid process, parotid, very difficult to make a diagnosis, submental, submandibular, وجميع lymph node chain. هذه كلها موجودة مذكورة بالمحاضرة طبعا بالتفصيل، فلذلك لازم يعني نرجع للتشريح حتى نعرف أماكنها، أو ممكن أنه على اليوتيوب تكتبون فحص الليمف نود، لأن هذا شيء عملي، هذا جزء عملي وليس جزء نظري. Differentiation from lymph
lymphomas requires the use of clinical features, history, immunoevidence typing, and gene rearrangement studies for monoclonal population detection. Common differential diagnoses to be considered are listed below. Neoplasms, these include the following: squamous cell carcinoma, nasopharyngeal carcinoma, thyroid carcinoma, generalized lymphadenopathy from infectious etiologies. These include the following: generalized lymphadenopathy from infection تحتشمل أن البكتيريا والفيروس أنواع الفيروس أيضا موجودة. Nasal granulomatous disease. These include the following: Winger granulomatous, lymphomatoid granulomatosis, or infections. Generalized lymphadenopathy is defined as enlargement of more than two non-contiguous lymph node groups. A thorough history and physical examination are critical in establishing a diagnosis. Cause of generalized lymphadenopathy include infection, autoimmune disease. غالبا الautoimmune disease اللي هي ممكن انه سبب لنا اكثر من التهاب اكثر من غدة لمفاوية. المغنيسي ايضا ممكن انه سبب لنا اكثر من غدة لمفاوية اذا كان يحتاج اكثر يعني فحوصات حتى نأكد التشخيص. Human immunodeficiency virus HIV is often associated with generalized adenopathy, which may be the presenting sign. Children with HIV are at increased risk of tuberculosis as well. Although usually associated with localized node enlargement, some bacterial infections present with generalized adenopathy. Example include typhoid fever caused by Salmonella typhi, syphilis, and tuberculosis. Less common bacteremias, including those caused by endocarditis, result in generalized lymphadenopathies. Malignant etiologies. Concern about malignant etiologies often drive further diagnostics testing in children with adenopathy. Malignancy is often associated with constitutional signs such as fever, anorexia, non-specific ache and pain. Weight loss and other. إذن المرضى اللي يعانون من السرطان ممكن أنه هو كثير عوامل بتكون مصاحبة للليمف أدينوباثي وليس فقط يعني الالتهاب أو فقط الليمف أدينوباثي الحالة. Generalized lymphadenopathy is present as a diagnosis in 2/3 of children with acute lymphatic leukemia. ALL and in 1/3 of children with acute myeloblastic leukemia AML. Abnormalities of the peripheral blood counts usually lead to the correct diagnosis. طبعا تحتاج فحوصات للدم حتى نقدر نحدد هذا المرض. فالبيكتشر للبلد هي لازم وحالته طبعا الى طبيب امراض الدم هي اللي تشخص الموضوع. Storage disease. Generalized lymphadenopathy is an important manifestation of the lipid storage disease. In Gaucher disease, the accumulation of the glucosylceramide lead to the engorgement of the spleen, lymph nodes and the bone marrow. راح يصير عندنا بالكوشر ديزيز هو هذا مرض الجلوكوز ساكرايد راح تتجمع في الطحال والغدد اللمفاوية وأيضا بالبون مارو. عندنا أيضا lymph adenopathy, generalized lymph adenopathy ممكن يحصل بيها drug reaction. Adverse drug reaction can cause generalized lymph adenopathy within a couple of weeks of initiating phenotin. Some patients experience a syndrome of regional or generalized lymph node enlargement following by a severe nucleopapular rash, fever, hepatosplenomegaly, jaundice, and anemia. These symptoms are about 2 to 3 months after discontinuation of the drug. طبعا هذه الحالة يعني أحب
شوية نطلع عن الموضوع. هذه الحالة اللي هي drug reaction، أني أني واحدة من تعرضت لهذا الموضوع وصار عندي هذا ال adverse drug reactions اللي صار عندي generalized lymphadenopathy. وطبعا شكوا أنه يعني هوشكن لنفوما، ودخلت بمتاهات يعني كلش صعبة بصراحة يعني، لكن الحمد لله والشكر يعني تبين لاحقا أنه هذه الجزئية هي as a drug reaction، بسبب لأن أنا كنت أخذ دراج معين لأنه كان عندي يعني سقطت وصار عندي انزلاق وهيك. ما أريد يعني بصراحة يعني أدخل بتفاصيل القصة، لكن خلينا دائما نفكر انه يعني مو كل لنف ادينوباثي هو هوشكن لنفوما او هو مرض سرطاني. ممكن انه هواية اشياء تغيب عن بال حتى الاطباء الاختصاص ويروحون مباشرة للاشياء البعيدة. فهاي الامور يعني صدقوني صدقوني، هاي الدراك رياكشن اني امراض الدم ما عرفوها، عرفوها عرفوها يعني جماعتي اللي كنا ندرس سوى اورال ميديسن، يعني يعني تفاعلوا وياي وبلشوا يبحثون وصار صحيح اكو بالضبط لذاك. اوتو اميون ايتيولوجيز انكلود جوفينال روماتويد ارثرايتس which often present with adenopathy especially during the acute phases of the disease. Sarcoidosis and Graft versus host disease also marked concentration. Cervical lymph adenopathy. Cervical lymph adenopathy is a common problem in children. Cervical nodes drain the tongue, external air, parotid gland, and deeper structure of the neck, including the larynx, thyroid, and trachea. Inflammation or direct infection of these areas cause subsequent encouragement and hyperplasia of their respective node groups. Adenopathy is most common in cervical nodes in children and is usually related to the infectious etiologies. Lymph adenopathy posterior to the sternocleidomastoid is typically a more ominous finding with higher risk of serious underlying disease. Infection etiologies. Cervical adenopathy is a common feature of many viral infections. غالبا هي التهابات الفيروسية السبب هي التهاب يعني للغدد اللمفاوية وتسبب adenopathy للسيرفايكال lymph nodes. الفيرال ممكن وأنواع الفيرال herpes, adenovirus, Kawasaki virus and CMV. جميع الفيرال انفكشن ممكن ان تصيب الليمف نود. بالنسبه للبكتيريال انفكشن كوز سيرفايكال ادينوباثي باي كوزينج ذا دريننج نودز تو ريسبوند تو لوكال انفكشن اور باي انفكشن لوكالايزد وذين ذا نود اتسيلف از ليمف ادينايتس. يعني ممكن انه يكون ليمف نود نفسها ليمف ادينايتس او ممكن ليمف ادينايتس او ادينايتس او بكتيريال انفكشن اوفن ريزلت ان لارج ليمف نودز ذات ار وارم erythromatous and tender. اللي يفرق هذا هو يكون ال tenderness وال erythromatous وتكون warm. Localized cervical lymph adenitis typically begin as enlarged, tender and then fluctuant nodes. قلنا احنا تكون fluctuant nodes. In patient with cervical adenopathy determine whether the patient has had recent or ongoing sore throat or ear pain. The dentist should examine the oropharynx and paying a special attention to the posterior pharynx and the dentition. يعني لازم نفحص الأسنان، نفحص الفارينكس. احنا خبرتكم يعني أكثر من مرة أنه الأورال ميديسين ينقلكم أبعد من الأسنان، بعد من الاورال كافيتي. فلذلك لازم نخلي بالنا هواي امور من احنا نشخص المريض. The classic manifestation of group A streptococcal pharyngitis is sore throat, fever and anterior cervical lymph adenopathy
Other streptococcal infection causing cervical adenopathy include otitis media, impetigo, and cellulitis. Atypical myobacteria cause subacute cervical lymphadenitis with nodes that are large and indurated but not tender. The only definitive cure is removal of the infection node. Non-infectious etiologies. Kawasaki disease is an important cause of cervical adenopathy. These children have fever for at least 5 days, and cervical lymph adenopathy is one of the 5 diagnostic criteria, of which 4 are necessary to establish diagnosis. Submaxillary and submandibular lymph adenopathy, these nodes drain the teeth, tongue, gum, and buccal mucosa. ها كلش مهم الزام من هذا، يعني هذا شغلنا اللي يعني يجون دائما شكوى المراجعين. يعني هذا الجزء يعني اريد تركزون عليه، انه هذه الدرين درين الاسنان الى الليمف نود. Their enlargement is usually the result of localized infections such as pharyngitis, herpetic gingivitis, stomatitis, and dental and dental infection. بعد أدنى كثير من الأمراض اللي ممكن أنه تصاحبها non-infectious etiologies مثل cystic hygroma, lymphoma, leukemia, other midline neck masses, thyroglossal duct cyst, dermoid cyst, و cystic hygroma. The posterior cervical node behind the sternocleidomastoid muscle. معناته احنا اذا نرجع للتشريح ونشوف وين موجودة ال posterior cervical node. ايضا هذه بالعملي يعني بصراحة تحتاج انه بالعملي الواحد يركز عليها حتى يعرف وين مكانها. The drain pattern, the scalp, neck, arm and pectoral skin, thoracic. وموجودة كل الأماكن اللي تسبب درين يروح لل posterior cervical nodes. ال periauricular nodes أيضا اللي هي تكون anterior to the ear tragus موجودة الأعضاء اللي ممكن أنه يصير بيها الأمراض اللي ممكن أنه تسبب درين إلى هذه ال periauricular nodes. السوبراكلافيكال نودز ايضا هذه يعني كلها علامات تشريحيه بصراحه، لازم يعني بالعملي يعني تتراجع. الدرين باترون هذه كلها يعني تنحفظ، هي ما راح تنحفظ اذا ما احنا ضابطين التشريح صراحه. لازم نتخيل المريض، راح نتخيل هذا المكان، نتخيل هذا كيف يصير الدرين، يعني الدرين بهذا الليف نود السوبراكلافيكولار نود. راح نشوف الاشياء المحيطه به وراح نعرف الامراض اللي ممكن انه تصيب الاعضاء اللي مجاوره اللي تصب الدرين الى السوبراكلافيكولار نود. Generalized acute cervical lymph adenopathy causes. Common causes: Tinea cavatis, infections, mononucleosis, Epstein-Barr virus. ومتعددين بقية الأمراض اللي ممكن أنه تسبب هذا الموضوع. A sign of submandibular nodes below the angle of the jaw. أيضا متحددة submandibular. يعني السبانديبولار نودز اللي هي تكون below the angle of the jaw، يعني تحت زاوية الفك السفلي. وبالنسبة للسبمنتال اللي هي تكون below the chin. وأيضا الدرين باترن محدد، يعني هذا لازم تحفظوه يعني بصراحة، بس ما ينحفظ وينحفظ مو يندرخ، وإنما شو بالضبط من كنا ندرس التشريح نحفظه على العلامات التشريحية تباعا، هو راح ينحفظ من حنعرف العلامات التشريحية هذه اللي تصب بهذه الليمف نود. الانتيرير سيرفايكال نود أو جاجولار نود اللي هي تكون انتيرير بوردر
of the sternocleidomastoid muscle, occipital or suboccipital nodes, base of the skull below the occiput. الآن حنبدأ بال TMJ examination. We will discuss that in details like pain, limitation, levitation and clicking. احنا حناخد موضوع ال TMJ موضوع منفصل يعني الحالة. راح يكون كل الأمراض والأشياء اللي تصيب ال temporomandibular joint راح يكون isolated. The facial features: face has gradually swollen into a round shape. This is moon faces. Also called moon faces, moon face. Moon faces occur when extra fat builds up on the side of the face. It is often related to obesity but can be from Cushing syndrome. ممكن يجينا المريض نشوفه سمين، يجوز هذا طبيعي شكله يشبه وجه القمر زين، لكن ممكن انه هذا يسبب مرض ثاني هو Cushing syndrome. فلذلك that's why people sometimes refer to it as a Cushingoid appearance. Symptoms and causes of moon face. هذا نركز عليه شوية لأنه يعني ممكن أنه بل نبدأ أنه نعرف الأعراض والأسباب للمون فيسز. Moon faces may cause the face to gradually become round, full or puffy. The sides of face may become so round from the build up of that the ears cannot be seen. يعني إلى درجة أنه واحد ما يقدر يشوف أذنه. يعني from the front of the face. Fat deposits in the side of the skull can also make the face look rounder. A higher release of hormones, especially cortisol. دائما نشوف واحد ياخذ كورتيزون نفخ. يعني شلون النفخ؟ يعني عرض وجه. هو هذا مو يعني حالة طبيعية، لا، بسبب الكورتيزول اللي أخذه صار عنده moon face. This is called hypandrocortisolism or hypercortisolism. The adrenal gland, triangular shaped glands that sit on top of the kidneys release the cortisol. Conditions related to moon faces. The conditions that most commonly lead to hypercortisolism and the symptoms of moon face include increased release of hormone ACTH from the pituitary gland. راح يزيد افراز ال ACTH from the pituitary gland. وال ACTH promote the adrenal gland to produce cortisol. راح يفرز من الادرينال الجلاند، راح يفرز الكورتيزول، فراح يزيد، ف راح يصير عندنا هذا المون فيس. نون بيتوتري تيومرز such as tumors of the lung, pancreas or thymus which may also cause big release of ACTH. benign tumor or cancers in the adrenal gland. هذه كلها الاسباب اللي ممكن انه تسبب لنا المون فيس. Moon faces and Cushing syndrome. It can be difficult to diagnose Cushing syndrome. That's because sign and symptoms such as facial swelling can be caused by other condition. يعني ليش صعب تشخيصه؟ لأن ممكن كثير أشياء أمراض تسبب ورم، فلذلك صعب أنه نشخصه كCushing syndrome بالبداية. But it's more likely to be Cushing syndrome if moon face get worse gradually, along with other characteristic symptoms. Long term use of steroid. طبعا اللي حيصير مون فيس بسبب الستيرويد معناتها ما اخذ ستيرويد لفترات طويلة، فهذا الستيرويد هو اللي يسبب زيادة دوران الفيس ويصير مون فيس. دائما اللي يتعانون من اللونج تريتمنت على الستيرويد هم اللي يصير عندهم هذا المرض. In fact, weight gain with fat redisturbances such as moon face is one of the most common signs of steroid use. The risk of developing these signs depend on the dose of medication and how long you take it. طبعا أكيد أكو فرق،
والسيرويد لازم ينقطع بطريقة معينة بوصفة الطبيب وينأخذ لمدة معينة. Symptoms usually occur as a result of long-term use of oral steroids, but less commonly injected or inhaled steroid may cause Cushing sign and symptom too. Rash or butterfly rash is characteristically red or purplish and mildly scaly. In medicine, malar rash is also called butterfly rash, is a medical sign consisting of characteristic from a facial rash. It is often seen in lupus erythematosus, but it is not pathogenic. It is also seen in other diseases such as bulgaria, dermatocytosis, and Blom syndrome. Malar rash is present approximately 46 to 65% of lupus sufferers and varies between different populations. There are varies between different populations. There are numerous other conditions which can cause rash with similar appearance, where lupus is suspected. Further medical test, usually an ANA, as a screening test which is not specific for systemic lupus erythematosus. See the Hippocratic phase, the change produced in the phase by impending death or long illness. Excessive evacuations, excessive hunger, if the patient facial appearance may be described thus: the nose sharp, the eyes sunken, the temple fallen in, the ears cold and drawn in, and their lobes destroyed. The skin of the face hard and dry. Down syndrome. Down syndrome often share certain physical traits. For facial features, they may have eye shaped like almond, maybe sharp in way that not typical for their ethnic group. تعرفون داون سيندروم مواصفاته موجودة المواصفات التانج يكون sticks out of the mouth دائما سانم يكون طالع small hand and feet short fingers small pinkish that curve toward the thumbs. People with GIT carcinoid tumor may experience the following symptoms. People with GIT gastrointestinal tract carcinoid, facial flushing, which is redness, and a warm feeling over the face, diarrhea, rash, heart disease, abnormal facial movement, however, are more serious and can be associated with neurologic disorder. Abnormal facial movement الحركات اللي تكون يعني لا إرادية وغير طبيعية هذه غالبا مع neurological disorder such as multiple sclerosis كمثال عليها أو peripheral neuropathy or Guillain-Barré syndrome. Occasionally an abnormal movement of the face is the first sign of such an underlying disorder. هذه المحاضرة شوية يعني معقدة لأن هذه بصراحة تحتاج وياها شرح عملي لأنه تتضمن كل العلامات التشريحية غالبا اللي تتأثر بها الليمف نود فيحتاج لها شوية يعني متابعة وفحص الليمف نود يعني بالطريقة العملية. شكرا لكم. أكرر أني مستعدة لأي استفسار وأي سؤال. إن شاء الله حكون موجودة يوم السبت الساعة 8:30. تحياتي، بالتوفيق لكم جميعا أعزائي.